أنفسنا للمراحل المقبلة مع وزارة البريد والمواصلات، وهما مشكورين كثير على هذه العملية منذ بداية العملية، وهما يرافقونا ووضعوا كذلك خطة في هذا الميدان، وإحنا الآن في المرحلة النهائية ونشرف عليها مع سادة الوزراء لكي نؤكد مع الإمكانيات المتوفرة والموجودة والخبرات في مجال البريد والمواصلات. وإحنا كثير سعداء كجزائريين أننا وجدنا خبرات عالية تمكننا كجزائريين من وضع هذه الخطة وتكون عملية نستفاد منها جميعا، لأن الاستغلال زائد تأمين المحيط مهم جدا بالنسبة لهذه العملية. شكرا جزيلا سيد الوزير، وإحنا جاهزين بكل الملفات التقنية لكي نوضع اللبنة الأولى اللي راح نوسعوها في الولاية مستقبلا في ولاية تندوف وولاية أدرار، لأننا نحضر مع خبراء المناجم هذه الولايات للاستغلالات في عدة معادن. إن شاء الله راح يكون فرصة في هذا اليوم لكي نوضع هذه الخطة، وكذلك خطة استشرافية بالنسبة لكل الأعمال اللي راح نقومها مع بعض مستقبلا إن شاء الله. والهدف من وراء ذلك دائما بحث في إنشاء مؤسسات مصغرة، إعطاء شبابنا فرص عمل أكيدة لكي هما يبادروا بالمنافسة ويبادروا كذلك بالاقتراحات. ومع وزير المنتدب للمؤسسات المصغرة ألقينا كل هذه العملية، يعني التعاون الموجود وكذلك وضع الوسائل الموجودة اللي خلتنا في فترة زمنية قصيرة نشرف على إنشاء عدد كبير من المؤسسات المصغرة بالنسبة لهذه العملية.